شحال هادي كنت مني كنفيق اول حاجة كندير مني كنمشي للحمام كنغسل وجهي كنطلع على وجهي اول كلمة كتخرج لي سيخ تفو على كمارة كديرة كنطلع على الطقس ناري على الطقس كدير ناري على النهار في نظركم كيف كندوز النهار زي الزفت الونيفير كيزيد يعاونك كيرجعوا لك زي الزفت انكور كتر الحمد لله هادو سيدي وقت لي هو ماضي ومورايا بزاف ولكن جو سوي سيغ كاينين مازال الناس اللي يمكن مازال عندهم التويشات في حياتهم واللي بغيت نقولها لكم داك النهار كنا دايرين لاوالنس ريتويت هنا في الرباط وكنت جالسه مع لو جروب في اي بي كتعرفوا من لاوالنس ريتويت كنقدر نكون عندي مجمع بانون اون اور مع الناس اللي في اي بي وكانت واحد السيده من طنجه دايغ جو في ان غران بونجور كنهضروا على الثقه في النفس وعلى الواحد كيفاش كيتفاعل مع راسو وكيفاش خاصو يخرج من دارو قالت لي شوفي انا بعدا الحمد لله خديت واحد الورد غزال من عند جداتي قلت لها شنو هو اختي في دينا شنو هاد الورد غزال من عند جداتي قالت لي شوفي في الصباح كنحل عيني قبل ما كنحل البال كنقول شوف اليوم انا اللي ما عجبته انفقصه قلت لها كيفاش عاودي عافاك من جديد اللي ما عجبته انفقصه شتي بهادي احسن جمله لي في اي بي كلكم غتبداو تطبقوا لي هاد الجمله ديال اللي ما عجبتو نفقصو تخيلوا معايا خارجه من الدار عارفه راسك دو توت لي مانيير دو شوا غاديه في الزنقه يا اما كتعجبي الناس كاملين يا اما اللي ما عجبتيش كتفقصيه دايوغ انا حتى انا من داك النهار قبل ما كنخرج من الدار كنطبق هاد لافخات حيت عجبتني بزاف كما كتعرفوا انا بحال شي من شافه اللي قال شي حاجه واللي عنده شي استراتيجيه مهمه واللي دار جرب شي حاجه وجابت له الفايده كنسفها كنديرها كنامبليمونطيها ومن بعد كنشاركها معكم ايوا حتى نتوما اليوم نبغيكم ملي تخرجوا من الدار ايوا اللي ما عجبتيه تفقصيه كانت معكم ناهد رشاد هذا هو والله يحفظكم عجبتك لا فيديو ايوا ما فيها باش ام تي بوس باش نعرفها بما عجبتك خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك احسن حاجه تقدر دير هي ابونتو باش ما تفلت والو